في التطورات الميدانية حاليا في الشرق والجنوب، روسيا تستعد لمعركة جديدة لاسترداد واستعادة المناطق في شرق أوكرانيا، وأوكرانيا تقول أنها تتقدم في خيرسون في الجنوب. ماذا نقرأ من الميدان اليوم سعد العقيد؟ بمنتهى الوضوح منظومة الأسلحة غيرت مسار الحرب بجانب طبعا إدارة المعارك الضعيفة للجانب الروسي، والتي حقيقة نستطيع أن نصفها أنها إدارة سيئة جدا. تغيير قادة في أثناء المعركة هذا خطأ عسكري كبير جدا. كذلك نقول الأسلحة التي تم دعم بها الجيش الأوكراني كمدافع الهاوزر الألمانية، كذلك الطيران المسير المتقدم حقيقة، واستطاع أن يحدث فارق على أرض المعركة، وهنالك أصبح هنالك شبه سيطرة جوية للجانب الأوكراني. كذلك منظومة الهيمارس الأمريكية التي أيضا حدثت فارق وحققت خسائر كبيرة جدا في الجانب الروسي. هذه المعطيات هي التي أتاحت للجيش الأوكراني بأن يسترجع مناطق تم السيطرة عليها من الجانب الروسي. فلذلك لازال الأداء السيء والضعيف للجيش الروسي هو رأس نقول الهزائم للجيش الروسي. وإن استمر هذا الأداء بهذا المنوال، أقول أوكرانيا أو الجيش الأوكراني سيحقق المزيد من المكاسب وستتسع رقعة سيطرته على الأرض. طبعا نحن نتحدث عن خطوة اتخذها بوتين سابقا، وهي بالاستفتاء على ثلاث أقاليم وبالأخص أهم أقليم زاباروجيا التي تحوي محطة نووية أو أكبر محطة نووية على مستوى أوروبا، كي يستخدمها كسلاح لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية. وهي الآن تحاول الطاقة الدولية محاولة وضع منطقة عازلة حول هذا الموقع الهام، والذي سيشكل تهديد كبير جدا لأوروبا في حالة أن أصابت أحد القذائف وتؤدي إلى تسرب نقول بعض الإشعاع الذي سيؤثر بالتأكيد على أوروبا وعلى المناطق المحاذية لهذا الموقع. فلذلك روسيا تستخدم عدة أسلحة حقيقة لمحاولة درء هزائمها وضعف أدائها وعدم القدرة على تقديم الدعم اللوجستي ولا حتى إدارة المعارك.